تشفع بالله على أحد من خلقه، يعني هذا جعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق. يصح أن الإنسان يأتي إلى المريض، المريض يأتي إلى الطبيب يقول مريض تعبان، لا إشكال، هذا ليس باعتراف، لأنه لابد يبين لمن؟ للطبيب، يقول عندي كذا، لا أنا من الليل مثلا، هذا ليس باعتراف على قضاء قدر، مفهوم؟ أما أمام الناس يقول أوف وتعبت وكذا، لا. يأتي للقاضي يقول فلان ظلمني، أتعبني فلان جاري مثلا، صحيح؟ أي نعم، يصح. فجاء هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وشفى له الحال، يصح. لكن عندما ذكر أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من رتبة الله، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لم ينكر عليه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته عليه الصلاة والسلام حي وحاضر قادر، أعتقد أنه سبب. نعم.